اسفه لانه هيك شكلي، بس طالعه كثير من منظري تعبان لانه ما مزبطه حالي ولا شيء، فليست لكم بس خسلتي. هاي حبايبي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. مثل ما رين بالعنوان، انا حسافر مو لحالي، صدره حنسافر لحالنا بالطيارة. صار لي سنين ما ركب هالطيارة. بدنا نطلع من هون من منطقتنا الساعة 5، فنوصل هنيك 6 وشوي، ونستنى هنيك لحتى نزبط امورنا وكل شيء، بعدين نركب الطيارة وتطلع. اوكي جايز، خليني ما اطول عليكم. هلا بدي احط كم غلط بالشنطة لانه لسه ما زبطها كثير، فخليني هلا افرجيكم. هذا هو اللبس رح البسه، كثير مريح. بلوزة نارين وبنطلون نارين كثير حلوين صراحة، كثير بتبين ما حلوة، بس لأنه هيك في لون بني ونمر ومخطط وصحي وما بعرف شو، بس حتى هون بيناتهم كم شغلات، وهون ميك اب وجربات وبيجامات، وهاد لونه كمان حتى بصير هاد لون كتير مناح للوش. مالي ما بعمل دعاية على فكرة، بس هاد لون كتير مناح، I recommend. فهلا بدي روح أكل، ما بعرف شو بدي أكل، بس بدي روح أكل لأنه كتير جوعانة ما أكل شي. فايب شكرا بعدين. سو جايز، كثير عتمه بالسياره، اكيد ما عم تشوفوني بس احسن يعني عشان ما تشوفوا منظري. المهم كنا عند رفيقتي واكلنا، ما صورت لكم. انا تذكرت بعدين بعد ما اكلت وخلصت الصحن كل شيء قلت ما صورت. المهم هلا مثل ما شايفين قاعدين بالسياره، وبابا لوين نروح؟ نروح المطار. لا والله رايحين على محطه القطار. بابا لا تشتاق لي؟ اكيد كثير كثير كثير. بنتي واختي متحمسه صدرا؟ ما بدي. ليه؟ فرجينا الاوتفيت، يلا شو حتلبسي؟ شو لابسه؟ لابسه بلوزه نارين، بنطلون نارين، وخفافي مشروقه من فاشن نوفا. انا بوت نارين، بلوزه نار، لا بلوزه نارين وبنطلون نارين وجاكيت نارين وجاكيت نارين. وصلنا على المطار هلا، واشترينا كم غرفه تفاحه عشان الدوخه، كمان اخذت عصير بتان. كان بدي عصير بتان فريش بس ما في هون. انا بسافر وانتو ما بسافروا، شفتوا؟ بابا تسافر معي؟ جايز هلا الطياره بدها شي 40 دقيقه لحتى تطلع، وانا وسدرا لحالنا. سدرا بدها يعني هلا اطلع اروح اعمل تشيك لحتى تبكي لحتى اروح على الطياره، وانا هلا اذا بشوف طياره وحده ما بعرف شو حيصير، يعني حوقف لك مريت بس من جنبهم، فطلع عندي هيك الطياره كانت واقفه عم تقول هيك بلش تطلع فيني. سو هلا سدى بدنا نفوت، هلا عم بعمل بلوك، ما بدي فوت لجوا عشان رح الموضوع. قبلك يلا باي، لما تتركيني ما حلو هيك تشيك، يلا هيك بنعمل ذا بلوك. هي بتاخذ الجواز منك مو انت بتعمل لوب. يلا امشي. وين طبشي مني سدى؟ طبشي منك انت ها؟ اعتقد طبشي ولا هون كرسي هون وراي. Please raise the back of your seat and wrap position for the retrieval away and passenger seatbelt. Please have the seat in front of you in the auto establishment. حتى أنا هلا هاي أول شيء حكيت أعطوني حزامي. حزامي وهلا حددت التليفون على وضع طيران، وعندي اللابتوب إذا بدي أعدل هالفيديو، فبدي أعدل هالأربع ساعات وبدي أنزل هاي. يا إلهي يا الرب. Be happy. انفتح الجناح، طلع شيء، طلع.
قربنا نوصل ضلنا شي 10 دقايق بننزل شوفوا انتوا شوفوا انا ما بدي اشوف عم ننزل لتحت ما بعرف اذا عم تسمعوني بس انا ما بسمعها على عجل وصلنا واخذنا الشناتي درنا كل هذا المحل حتى نلاقيهم بس بعدين بالاخير لقيناهم هي نزلت فاين صراحه الجو كثير حلو كثير 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 حلو فيك نسمه هواء بارده بس كثير الجو حلو يعني حاسه حالي برا البلد بشي سنين ويعني كثير تعبانه هلا الشيء اللي احنا نعمله هو انه نستنى شوفوا جايز هلا اجى عمي واخذنا وهلا نحن مع سيلينا سيلينا say something هاي جايز نو نو هاي هاي جايز تعالوا نضحك الخفوشارية المتفجرة هاي بس مش هتعرفوها صلنا نحن بطلينا البيت أنا أحب أسوي قلت له أنه أنا يوتيوبر